مع انتهاء المباراة بدون فائز سنتيح إنسو فاتي سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. تسديدة قوية وجميلة، روعة في التنفيذ، حارس في جهة. والآن الدور على أورشيتش. يا سلام على مراعاة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية، فرصة ليتقدم بهدف ثاني. يا إلهي، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، لكنها لا تصل إلى المرمى، يا له من سوء حظ. تصدي غير عادي، حارس كلف، تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس. سددها بطريقة سيئة. يتقدم المسدد الثالث، يضعها على يمين الحارس، يعدل النتيجة 1-1. رابع لاعب في ترتيب المسددين، يتصدى حارس المرمى للركلة. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. الله على اللقطة، على تألق حارس المرمى. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. كرواتيا، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ ولا أن تشتعل المباراة بهذا الهدف. ضربة مذهلة. يتقدم اللاعب السادس. يتصدى لها الحارس، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. الآن حان الدور على المسدد السابع. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. كرواتيا عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. كرواتيا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. التعادل 3-3. الدور الآن على ثامن اللاعبين في قائمة المنفذين. ينقذها الحارس، يا سلام، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يا سلام على مراعاة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. الكل ينظر إلى حارس المرمى، يلعبها في العارضة، كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى، لكنها اصطدمت في خشبات المرمى. عاشر المسددين على اللائحة. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. وناي سيمون إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود.